أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، بحييكم في اسم الرب يسوع المسيح، وبصلي اليوم هيك تنال نعمة خاصة وسلام خاص من الرب يسوع المسيح، تختبر محبته، تختبر سلامه، وتختبر أيضا خلاصه. اليوم والأيام القادمة رح أتكلم عن إرادة الله المعلنة في كلمة الله، والسؤال دائما الذي يطرح: ما هي إرادة الله لحياتنا؟ أنا اليوم طبعا خلال الحديث خلال هذه الأيام في إرادة الله المباشرة، في سيادة الله، في أوامر الله، بس أنا عاوز أبسطها بشكل خاص عن معاملات الله مع الإنسان، وشو هي رغبة الله وشو هي إرادة الله تجاه الإنسان. فكل يوم رح أتكلم عن يعني شيء محدد، شيء مخصص من إرادة الله. صلاة بولس الرسول قال: لكي تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي، لكي تختبروا في روميا 12 ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. ومكتوب أيضا في رسالة يوحنا: مشيئة الله تثبت إلى الأبد. فالسؤال: شو هي مشيئة الله بالنسبة إلي أنا المباشرة؟ إيه الأمور اللي الله بيطلبها مني مباشرة وبشكل محدد؟ اليوم رح نتعلم عن إرادة الله لحياتنا. أولا، إرادة الله هي الخلاص، خلاص النفوس. في رسالة تيموثاوس مكتوب: لأن هذا هو حسن ومقبول لدى مخلصنا الله، الذي يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح، الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. لأن ابن الإنسان مكتوب: لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. فإذا واضح الله، إرادة الله أولا الخلاص. الله عاوز أنه كل إنسان يخلص، ينال الحياة الأبدية ويكون في علاقة حميمية مع الله. هاي رغبة الله، هاي إرادة الله، وهاي متعة الله، وهاي لذة الله، أنه ولا أي إنسان يهلك بل كل إنسان يأتي إلى معرفة الخلاص. لأنه كتير بنسمع أقوال اليوم إنه الله يعني متروك كل الأمر لإرادة الله، إرادة الله بعض الناس تخلص والبعض الآخر يهلك في جهنم النار. هذه ليست إرادة الله. مكتوب: لأنه هكذا أحب الله العالم، يعني كل العالم، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ولكن الله بيّن محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. صدقني أحبائي من كلمة الله إن جهنم هي معدة لإبليس وملائكته، يعني جهنم مش لإلك، جهنم هي بالأصل للشيطان والأرواح الشريرة. لكن المأساة الكبرى والمعاناة الكبيرة إنه الإنسان بيختار بقرارة نفسه إن يروح على جهنم. الله خلق فينا إرادة، الإرادة الحرة والمنطق والريزن إنه نختار، نميز ونعمل قرارات مهمة في حياتنا. وأهم قرار في هذا الوجود وأهم قرار في هذه الحياة هو معرفة الله والخلاص من خلال الإيمان بالرب يسوع المسيح. لاحظنا بتيموثاوس مكتوب إن الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون
بدون أي استثناء، وهذا الخلاص مقدم لكل البشرية. اسمع ما يقول الكتاب المقدس في رسالة بولس الرسول إلى تيتوس. تيتوس كان واحد بيخدم مع الرسول بولس، كان خادم وكان بيعتبره الابن الصريح، يعني الابن كمان بالإيمان مثل تيموثاوس. والرسول بولس ترك تيتوس إنه يخدم في جزيرة كريت حتى يقوم بالخدمة ويقيم خدام للرب، يواصلوا يستمروا في الخدمة هناك. لكن شو بيتكلم في إصحاح 2؟ لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر، منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. بيكمل في الإصحاح الثالث في آية 4: ولكن حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه، لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس، الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا، حتى إذا تبررنا بنعمته نصير ورث حسب رجاء الحياة الأبدية. قال الرسول بولس: صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. هذا الخلاص، يمكن سمعنا مصطلحات متعددة، هذا الخلاص هو بالإيمان بيسوع المسيح، وهذا الخلاص هو بنعمة الرب يسوع المسيح، وهذا الخلاص تم من خلال عمل الفداء بدم الرب يسوع المسيح. فإذن هذا الخلاص هو في اسم الرب يسوع وبنعمة الرب يسوع المسيح وبدم الرب يسوع، وطبعا الإيمان بيسوع هذا الخلاص المخلص. فإذن غرض الله لكل واحد، الله يريد ولا أي إنسان يهلك، الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. كان السؤال لبولس وسيلة: يا سيدي ماذا ينبغي أن أعمل لكي أخلص؟ أجابا وقالا: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. فأيام الرسول بطرس كان في نوع من الاستهزاء والسخرية، بيتمسخروا، يعني بيقولوا للرسول بطرس، يعني من زمان منذ رقد الآباء، وسأل السؤال اللي بيسألوا اليوم: أين هو موعد مجيئه؟ لكن لاحظ شو كان رد الرسول بطرس. الرسول بطرس قال عن الرب: لا يتباطأ الرب بوعده، يعني كما يعني يحسب قوم التباطؤ، لكنه، لاحظ الكلام، لكنه يتأنى علينا، لا يعني لا يهلك أناس، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. يعني الرب اليوم أعطانا فرصة جديدة، أعطانا يوم جديد. وانت الرب جاي عم بقولهن الرب مش عم بتباطئ عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى كل يوم، بيتأنى بيصبر علينا، بيعطينا فرصة جديدة، يوم جديد حتى نسمع كلمة الرب ونخلص. يتأنى علينا، لأنه مكتوب: لا يشاء أن يهلك أناس، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. مكتوب: كل من يدعو باسم الرب يخلص. يعني في أبسط من هيك خلاص؟
عندما تقول يا رب ارحمني، يعني الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه، الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. والرسول بولس بيتكلم في روميا 10 يقول لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. فشفنا إنه الله لا يشاء أن يهلك أناس، بل عاوز الكل يرجع ويتوب. وشفنا إرادة الله أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. مكتوب أيضا أحبائي، الله لا يصر بموت الشرير، بل بأن يرجع الشرير عن طريقه ويحيا في حزقيال 33. فإذا مصرت الله، الله ما بينبسط، يعني مش مسرور. الله لا يصر بموت الشرير، يعني بالحقيقة بيزعل إذا في إنسان بموت بخطاياه، لأنه قدم أغلى ما عنده، قدم ابنه وحيده الرب يسوع المسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. الله لا يصر بالذبائح، الله لا يصر بالصلوات اللي هي يعني مش طالعة من القلب، حتى بسميها صارت مكرها. لكن أحبائي الله يصر بذبائح، مكتوب الله لا يصر بذبائح يعني اللي بس مجرد ذبائح مش من القلب، لكن ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره. فإذا الله يريد الجميع أن يخلص، هاي إرادة الله، هاي مسرة الله، هاي رغبة الله. وهو لا يشاء أن يهلك أناس. اليوم عم بعطيك فرصة جديدة حتى تسمع إرادة الله واسمعها. هو بقول لك إرادتي مش عاوز تهلك، عاوزك تروح على السماء، عاوزك تتمتع بالحياة الأبدية في الحاضر، عاوزك تخلص من خطاياك. مكتوب الآن وقت مقبول، هو ذا الآن وقت خلاص اليوم، إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. هاي كل الفكرة أحبائي. الرسول بطرس لما كتب بقول نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس ونفوسكم أيضا. الخلاص بيستمر بقول الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم. إحنا موجودين بعصر النعمة، والعصر اللي فينا ندعو الرب، كل من يدعو باسم الرب يخلص. مكتوب له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. فإذا سألوا يسوع ماذا نعمل يعني حتى نعمل أعمال الله، ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ قال يسوع هذا هو عمل الله، أن تؤمنوا بالذي أرسله، أي تؤمنوا بيسوع المسيح. وهذا بيتجاوب مع مزمور 2 عندما قال قبلوا الابن لألا يغضب الآب، لأنه مكتوب الذي يؤمن بالابن بيسوع المسيح كلمة الله له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آنته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة؟ فإذا اليوم إذا بتسمع صوت الرب، صوت الرب عم بيدعوك إنك تغتسل من خطاياك وتؤمن بالرب يسوع المسيح. هذا الخلاص خلاص عظيم، هذا الخلاص كامل شامل وعامل، هذا الخلاص لا حاجة له لأي تبديل ولا تعديل ولا تكميل. هذا الخلاص تم بواسطة يسوع المسيح اللي قدم نفسه فدية وأضحية من أجلك ومن أجلي، ومات بديلا عنك وعني، لأني أنا وإنت ما قدرناش نخلص أنفسنا
ولا أعمالنا خلصتنا، ولا تقوانا، ولا برنا، ولا ذبائحنا، ولا أي شيء، لأنه مكتوب بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. إنه الخلاص من الخطية، إنه الخلاص من الغضب الآتي، إنه الخلاص للحياة الأبدية. شو رأيك اليوم؟ طالما عرفت إنه الله بحبك، والله لا يسر بموت الشرير، وإنه رغبته وإنه إرادته لا تهلك، وإن يكون لك حياة أبدية، فشو رأيك إنك ما تأجل بمصيرك ولا بأبديتك؟ لأنه شو هي حياة الإنسان؟ أشبار، ظل عابر. ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. أو ماذا يجدي النفع لو ربح الإنسان العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ صليها، قل لي يا رب ارحمني أنا الخاطئ. صليها، ارحمني أنا الخاطئ. يا رب أنا بفتح قلبي اليوم حتى تيجي تسكن قلبي وتكون سيد ورب على حياتي، وأدعوك ملكي ومخلصي أيضا. صلي أقول له يا رب ارحمني، سامحني على كل خطية، طهرني من كل إثم، اغسلني بدمك الكريم. صليها، مكتوب إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. الذي بدمه غفران الخطايا. تعال يسوع المسيح، تعال الآن قل له يا رب بسلمك حياتي، وعد الرب أنه يعطيك الغفران، وعد الرب يعطيك الحياة الأبدية. وعد الرب الآن، إذا أنت طلبت الرب من قلبك كتب اسمك الآن في سفر الحياة. هل تريد أنك تعيش للرب، تمتلئ من الروح القدس وتشهد عن الرب وحياتك تكون سلسلة من المعجزات؟ سلم حياتك ليسوع المسيح. وعلى فكرة اكتب لنا، بحب أسمع إذا أنت سلمت حياتك للمسيح، وشارك هذا التأمل. الرب يباركك.